أعربت الممثلات والضيفات من مختلف أوساط هونغ كونغ عن موافقتهن ودعمهن لتشريع الأمن القومي في هونغ كونغ، وأملهن في تعريف كل شخص حولهن بأهمية التشريع، حتى يتمكن الجميع من فهم الغاية الإيجابية للتشريع في حماية سلام هونغ كونغ واستقرارها. إن تشريع الأمن القومي هو موضوع هام بالنسبة لهونغ كونغ، وقانون الأمن القومي مهم جدا لاستقرار حياة كل شخص. نحن ندعم بالثبات التشريع الأمني بنيابة عن جميع الزميلات في الجمعية. بصفة شخصية من الوسط التعليمي والمشرفة على مدرسة فوق ثانوية، أعتقد أن التعليم مهم للأطفال وخاصة تأليفهم بقانون الأمن القومي، وسأسعى إلى تعزيز فهمهم لهذا القانون. تتجاوب مواطنات مع هذا القانون بكل نشاط وتنشرنه إلى كل عائلة، فهكذا يمكننا تقلص من أولئك الذين يصطادون في الماء العكر والأجانب الذين يتدخلون فيما لا يعنيهم.